طيب صباح الخير. ثانك يو اول حاجه فور جوينينج، اي ريلي ابريشيتد. انا شايف ان في ناس كتيره جدا من شركات كتيره، فويلكم ايفري ون اند لوكينج فورورد فور ا فروتفول داي. في شركات كتيره موجوده معانا، احب اشوف من تيم بتاع ماسكو لو موجود شو اوف هاندز كده. جهينة، تيم بتاع جهينة، تيم بتاع يوني ليفر، تمام. يعني في تيمز كتيره جدا من كل حاجه، فانا مش هلحق اسوي لكل واحد، بس ثانك يو فيري ماتش فور جوينينج. اتس جوين تو بي ا لافلي ايفنت ان شاء الله، اند لوكينج فورورد ان انتم تعرفوا اكتر عن الداتا اند هاو Pegasus وركس اند هاو اور بارتنر وركس وذ ذس. ذس ايفنت از دون باي Pegasus, Snowflake, ميتا، انفوبيب، Alteryx اند انلوك. الاجنده بتاعت النهارده دسمه شويه، ف وي ويل جو ثرو ات كويكلي. وير ستارتنج ذا فيرست سيشنز باي اول ذا بلاتفورمز، هيبقوا موجودين، هيتم هنا في المين روم بتاعتنا. هيبقى فيها برزنتيشنز بسيطه جدا تعرفنا اكتر على البلاتفورمز بتعمل ايه، بتشتغل ازاي، and how it can help in your digital transformation during the journey. After that we'll have a very short break. النهارده هيبقى معانا business cases من جورميه، مونديا and مانتراك، and it's going to be lovely. After that we'll have a very short coffee break and then we will go into three different rooms. الروم اللي احنا قاعدين فيها دي المين روم، هيبقى كلها مخصصه لانفوبيب presentations. There will be three presentations in different fields. You will know more about InfoBib, so you will decide what to go. Then الروم اللي جنبينا اسمها South، موجوده هنا بالظبط جنبينا، just right here. هتبقى موجود فيها اتنين برزنتيشن، Snowflake and one Alteryx. Then the last room will be at the end of the corridor. هيبقى فيها Pegasus ونتكلم مع السبيكرز اكتر، and then هيبقى فيها الانلوك تيم. ده الترتيب بتاعهم، ده المين روم اللي احنا فيها. South this way. This is Lakes, the other room اللي احنا اتكلمنا فيها. You will have two lounges, one here اللي فيها coffee break، وواحدة في الاخر اللي هي اللونج اللي هناك. Smoking area which is just right outside here. وفيها الفوتو بوث بتاعنا. In the main room هتلاقوا InfoBib زي ما قلنا، Snowflake and Alteryx in the other room. وفي آخر room خالص هتلاقي فيها Pegasus, the speakers and unlock. طيب أنا عايز أبدأ معاكم بحاجة سريعة جدا. احنا كلنا بنتكلم على Digital Transformation، بس إيه اللي خلانا نبدأ حركة Digital Transformation في Pegasus almost like 7 years ago؟ هي كانت حاجة بسيطة جدا. احنا أول ما بدأت أنا كنت شغال في General Electric، كنت مسؤول عن Productivity بس في North East Africa. زي ما هو باين كان عندنا مشكلة في الـ MRI Machines، it needs helium علشان تعمل Cooling Down للكويل. لو تلاحظوا كده في حاجة بسيطة، إن في سبايك رهيب في الأسعار والإكويبمنت قاعدة تزيد and so on، وبنقول عليها earlier لأن ده was almost like 12 years ago. كانت البروسس بسيطة جدا. Someone engineer بيكلم الهوسبيتالز، بيكلم الشركات، بيكلم الكلينكس، ويبتدي يشوف الليفلز بتاعتها عاملة ازاي. Unfortunately this takes like 3 to 5 hours per week، ممكن توصل ل 10 hours لل 200 equipment. It was a weekly responsiveness، يعني لو حصل مشكلة مش هتكتشفها قبل أسبوع من إن هي موجودة. لقينا البروسيس دي فيها مشكلة، غيرنا الدنيا شوية وقلبنا السيستم بطريقة بسيطة جدا على إكسل. إيه اللي حصل فيها؟ بيسكلي لمينا أكتر من 22 داتابيس حطيناهم على إكسل شيت بسيطة. It took us like one month and a half عشان نلم الداتا دي من different fields، من Cognos، من SAP، من ERP، من Oracle، الحاجات دي كلها. And it took us three days بس عشان نعمل التول، which was very simple. Nevertheless بقى one person بيعمل one click، بيجيله كل الانفورميشن بتاعت الاكويبمنت. And after that بقى عندك daily responsiveness. Instead of having seven days to respond you can respond daily. وطبعا ده كان اختراع، just ان احنا نهافل الحاجة دي كانت حاجة بسيطة. Just أول ما البروجكت اتعمل، اتعممت على تقريبا تلت الكرة الأرضية، which بنتكلم Africa, Middle East, Turkey and Russia and the ex-Russian Federation countries. And as simple as that تقريبا كلنا ترقينا. فدي كانت حاجة كويسة جدا. من هنا ظهرت الفكرة ان احنا نبتدي نعمل Pegasus. Lots of companies are looking into having and adding value للبروسس بتاعتهم، eliminate losses and so on and so forth. وكان الهدف الأساسي ان احنا نلينك البيزنس بروسس والبروسس اكسلنس اتسلف وذ الاناليتكس اند ديجيتال ترانسفورميشن اند سو اون اند سو فورث. وبقينا بنبص على Pegasus ان هي البريدج بتوين النوليدج والبيزنس بروسس والتكنيكال فيلد نو هاو اللي بيتحقق بالديجيتال ترانسفورميشن ثرو اور مين فايف بيلرز.
النهارده ايه اللي بيتم؟ احنا عملنا الكلام ده على اكسل، يقدر يتعمل ازاي؟ usual case all companies have different sources. They get a data relation, be create a data pipeline. بياخد جزء من كل حته في الاورجنايزيشن، يبتدي يجمعها كلها. They put it into a centralized data warehousing. بيبتدي يحط فيه single source of truth، نبقى عارفين كل حاجه in relation to one another. والداتا مارتس بتاعتنا بتكريتد، and actually we can add data from outside كمان، لان انا I connect with other data sources موجودة عندنا في الريلم، وفي open sources كتيرة جدا. and then you find ان بيطلع لك data modeling، بيطلع لك data analytics. تبتدي تعرف ال user behavior، تبتدي تعرف ال products بتاعتك عاملة ازاي. you can get predictive analytics, prescriptive analytics, and most of all تبتدي تقدر تتحرك اكتر واسرع ب this data stack. usual case احنا كباكسز الابروش بتاعنا is very simple. we don't touch your data sources at all. we keep it, we use it with disregard هي عامله ازاي, and this is pretty much easy الحمد لله. then we go into the ETL port او data pipeline port. we use different tools and multiple tools في الموضوع ده. عندنا Alteryx, Stepco, Segment and Fivetran, and we use even others because we are 100% platform agnostic. then for data warehousing we use Snowflake, Google and Azure. And this is where we get all your data. And yes, we can work 100% on premises Bordeaux and AWS. And then from a data visualization and data action, معنا multiple tools زي ما مكتوب قدامكم هنا. وبنقول بالذات ان الداتا not just for visualization but actually action. وbased on that, الايفنت بتاعنا النهارده موجود بيكونكت ثلاث حاجات: Alteryx, Snowflake and InfoBib. Without a data visualization, عشان نشوف what happens in the background, ازاي تكونكت مع customer كويس, ازاي تcentralize the data كويس, and most of all ازاي تجمع الداتا كلها في حتة واحدة. وبالتالي Pegasus ال value proposition اللي احنا بنعمله earlier on كانت الناس بتاخد وقت كبير جدا for the integration part. Nevertheless, right now we need to have a more value added work, which is basically you will have more time to analyze the data, to check it out. تبتدي تبص ازاي تعمل process improvement للشغل بتاعك. And this is probably what makes a huge difference بالنسبة للorganizations كلها. وبالتالي الحمد لله احنا قدرنا في اكتر من 7 سنين نطبق الشغل ده في اكتر من 70 شركة في اكتر من 12 دولة موجودين across the globe. واغلبيتهم موجودين هنا, دول الشركات المصرية, شركات اللي برا مصر, and so on and so forth. احنا دايما بنقول ان الفترة الجاية في digital transformation it's no longer the bigger beating the small, it's the fast beating the slow. And this is pretty much happening. People who are moving fast are usually getting the benefits earlier on and so on. كان في كلمة مهمة قوي قالها هنري فورد, قال if you had asked my customers what they wanted they would have said faster horses. اغلبيتنا في digital transformation نبقى مش متأكدين قوي احنا عايزين نروح فين. And this is exactly where we help with that. We tell you exactly what are the business cases that is related to your business. بتتحرك ازاي, بتيجي من انهي شركات. Who else have done these business cases and you can benefit from them. And we take it forward with that. And finally, زي ما احنا بنقول, انت عايز الحاجة تتم بشكل معين. People don't want to buy a quarter inch drill. They want a quarter inch hole. So we seriously, when we are looking into the customers نفسهم مش عايز يعرف الحاجة تمت ازاي بالضبط, بس هو عايز البنفت اول حاجة, and then we understand. And this is where things will be pretty much important. النهاردة بحب نشكر teams من Pegasus, InfoBib, Meta, and Snowflake, and Unlock, and Alteryx, because today you will discover how you'll start your digital transformation journey من قبل البورت بتاع الفيجواليزيشن. كلنا بقى عندنا داشبوردز, بس what happens in the back helps our dashboard to be even powerful, اسرع, اقوى, وكمان نقدر نعمل بيها business cases multiple. earlier on ما كناش بنسمع عن data science بالشكل ده, بس once ان احنا بدينا data stack ده, data science بقى يساعد اكتر, لان احنا بقى عندنا platforms and we have the data stack that ultimately will lead to the best cases in our process. النهارده كمان هيبقى معانا حاتم واحمد ومحمود من جورمي ومانتراك ومندية. They will talk intensively about their digital transformation journey, how they use different tools to achieve different process value to their organization. And finally هيبقى في عندنا panel بسيط interactive with each other, نتكلم فيه كلنا, نقدر نعرف ايه الميجر value added things that we have been doing in the past period, how you can enable your business, and most of all ازاي تقدر تتحرك في digital transformation اسرع.
With this, I would like to welcome you again. Thank you very much, and I leave it now to Mona.